لكن حصل معي I think الله شاف الهنجر، شاف الجوع، الجوع اللي كان موجود بقلبي وقابلني من عمر ال 14 سنة. وهذا اللي حابين نعرفه، كيف هاي المقابلة تمت؟ أوكي، الماما والبابا كانوا منفصلين عن بعض، فأنا كنت هاي الفترة عايشة مع البابا. الماما كان عندها انفتاحية أكتر، انفتاحية للشعب المسيحي إجمالا. فبهيدا الوقت أختي الكبيرة تزوجت، تزوجت شخص مسيحي، مسيحي بالاسم. ولكن هون كان في كلاش، يعني في صعوبة إنه تتقبل، وأنا موجودة عند البابا. فكان في، لكن إحساسي من جوا بقول إنه أنا بدي أعرف شو الشعب المسيحي. حب استطلاع. بعمر 14 كنت عم بتحضر بدي أروح على استوديو الفن، وهذه كانت أمنيتي الوحيدة، يعني إنه أنا روح وصير فنانة. بهذا الوقت الشخص اللي كان شبين بالزواج بعرس أختي كان فنان معروف بلبنان، لكن غاب عن عائلتي تقريبا مدة سنة. بهالسنة هيدي كان كمان صار له مقابلة مع الله، لكن أنا ما بعرف هذه الأمور عم بحكيك فيها بنت عمرها 14 سنة مش مستوعبة بكل هالأمور. لكن لما رجعت وتقابلت فيه، أنا كل اللي بدي أعرفه عنه شو أخبار الفن، شو أخبار الأغاني، شو أخبار كل هيدا الأمور. لكن هو قال لي أنا عندي أخبار ديفرنت لإلك، أنت خاصة أنه أنت بمجال الفن والطرب وهالأمور هيدي، عندي أخبار لإلك مهمة كتير. فابتدأ له بالعادي كان يجي لعنا ويكون حامل العود، وأنا يعني أفضل فترات بحب أقضيها جس نقعد نغني. بها أول مرة بتذكر شيل جاكيته وشيل الإنجيل، العهد الجديد، هيك إنجيل صغير. فابتدأ يفتح وابتدأ يحكي عن الرب يسوع المسيح. فأنا قعدت هيك، قعدت حسيت حالي كأنه في مغناطيس هيك جذبني لكلامه، وشعرت بهذا الوقت ما بدي حدا. هاي كان أول مرة بتسمعي؟ مش أول مرة، أول مرة شوي شخصية محددة. طريقة كلام، طريقة كلامه كانت شوي محددة، يعني سامع، يعني everybody سامع عن شخصية المسيح، لكن كانت شوي محددة لإلي. بهيدي المرحلة I still بتذكر هو قاعد عم يحكي تقريبا مع العائلة كلها. شعرت كأنه أنا دخلت هيك مثل استوديو، كأنه الصوت الخارجي اللي برا كله صار سكت، وصوته لإله صار فيه إيكو، صدى مش طبيعي. أنا عم بحكيك مش إحساس، هذا اللي حصل معي. معش قادر أسمع أي صوت تاني إكسبت صوته هو. وفي إنجذاب بشكل مش طبيعي، لأنه كان عم يحكي عن شخصية المسيح، بيحكي عن شخصية المسيح، بيحكي عن حب المسيح، بيحكي عن كيف المسيح عم بيدور على الخاطئ، كيف عم بيدور على الشخص التعبان، كيف بده يلمس القلب. وأنا هيدا مثل بقوله the cry of my heart، هيدا يعني صرخة قلبي من جوا، لأنه حابة أتقرب من الله بس مش عارفة شو هي الطريقة، عم حاول جميع الطرق لكن مش قادرة أوصل له. فشعرت بهذا الوقت كأنه أنا الله هو اللي عم يتقرب مني، مش أنا مش عم بعمل شيء، أنا بجس قاعدة عم بسمع. وبتدى يحكي. أول الحديث ما كان موجه لإلي، كان موجه لخيي، موجه لأختي، لكن أنا منجذبي بطريقة مش طبيعية. يعني بتذكر إذا حدا دخل على القعدة وغير الحديث أو سأل بدكم كوفي، بليز ما حدا يحكي، جست خلوه هو يحكي، ما حدا يقاطعه. كانت جست لحد هلأ بتذكر كانت فترة مش عادية لإلي، بس اسمع عن أخبار المسيح، اسمع عنه عن محبته بس.